بحيره اقلمام ازكزا او اقلمام ازيزا كما كيسميوها امازيغ منطقه زيان، وهي بحيره طبيعيه كتوجد على بعد 30 كيلومتر من مدينه خنيفره على علو 1500 متر على سطح البحر. المساحه ديال هذه المعلمه الطبيعيه 62 هكتار، والطول كيتجاوز كيلومتر ونصف، والعرض 600 متر، وكيوصل العمق ديالها 26 متر، ويقدر يوصل 35 متر في فصل الشتاء. الجوهرة الطبيعية مصنفة حسب اتفاقية رامسار كموقع عنده أهمية بيولوجية كبيرة وموقع تراثي عالمي فريد من نوعه، وكتوفر على الكثير من الأحياء المائية والأسماك المتنوعة، منها البروشي، لابيرش، لاكارب، لاتونش، الروتونغل والقاردون. أما بالنسبة للثروة الحيوانية الأخرى فكتتميز بتنوع كبير، خصوصا قردة المكاك أو القرد المحلي المعروف بقرد الأطلس، هذا بالإضافة لبعض الثدييات والزواحف الكثيرة. أما الطيور فهي متنوعة ونادرة. اللي كيميز بحيرة أقلمام هو الغطاء النباتي ديالها اللي كيعرف هو الآخر تنوع ملحوظ، واللي كيزيد من جمالية هذا الموقع الجذاب هو غابة الأرز المعروفة عالميا اللي كتحيط بالبحيرة، بالإضافة لطبقة الجيولوجيا العجيبة واللي كيندهشوا لها جميع الزوار. أقلمام أزيزا كيتميز بجمال فريد من نوعه في كل فصول السنة، وخصوصا في موسم ديال الثلوج. وباش نقربوا لعشاق الطبيعة هذه المعلمة الطبيعية قمنا بهذه الجولة اللي فرضت علينا نتسلقوا الجبل اللي كيطل عليها بالرغم من بعض المخاطر والمصاعب، والنتيجة مناظر خلابة كتمتع العين وكتوقف الأنفاس. الجولات في مثل هذه البحيرات كيدخل في ما يسمى بالسياحة البيئية أو السياحة الطبيعية، وهي ذاك النوع الترفيهي اللي كيروح على النفس واللي كيوضح علاقة ارتباط السياحة بالبيئة، فهي سياحة كتعتمد على الطبيعة بالدرجة الأولى. لكن مع الأسف ولحدود الساعة مازال هذه البحيرة مهمشة وما كاينش شي تصور واضح وإرادة فعالة باش تلعب الدور السياحي ديالها الحقيقي.